درس من يا لي زانترفاس جرافيك. البروغرام اللي كنا كنعملو حتى دابا كانوا كاملين كيبداو من مين، كيقدروا يعملوا مثلا اون صوم، عمليه الجمع، ولا يعملوا اي عمليه اريتميتيك، عمليه حسابيه. هنايا مره بحال هنايا يقدروا يعيطوا على دي فونكسيون، ولكن اون فوا كيساليو كيشدونه. هنايا ما كنعطيوش لوتيليزاتور واحد الفرصه انه يانتيراجي، بحال مثلا ما كنخليوهش يقول شمنهم الاعداد اللي بغى يجمع ولا شنو بغى يعمل بالضبط. لي زانترفاس جرافيك غادي نشوفوهم حيت بغينا نرجعوا هذه القضيه هذه بوسيبل. حالاش الانترفاس جرافيك، واحد النوع ديال الانترفاس جرافيك هو هذا اللي كنستعملوه دائما. دونك عندك هنايا شي بوتونات، ها هما ياك، هنايا هنايا عندك واحد الفيل حمسان، كنقدر نقول مثلا 12 نعمل زائد ياك من 3 تساوي 15. هذيك 12 و 3 اللي عملنا هما اللي A و B اللي كنا كنعملو. دابا عملنا A بلس B و عملناها في C، و C هي اللي كتساوي 15 عملنا هنا بديك الإكزومبل اللي كنا عملنا شحال هادي. مزيان، دابا هادشي اللي بغينا حنا نتعلمو، بغينا نتعلمو كيفاش نقدرو نعملو هاد البوطونات هادو، نعملو هيدا وعلى حسب شنو كليكا نعملو واحد لوبيراسيون ولا أخرى. هادشي اللي بغينا نشوفو. دونك نبداو الانترفاس اللي غادي نعملو اليوم صغيرة، مكتعملش شي حاجة كبيرة، مكتعمل والو، ولكن بغينا عرف الدخلة، بغينا نعرفو كيفاش نعملو هاد القضية هادي بجافا. كنجينا هنايا نعمل رايت كليك ياك بوتون دروا، ونعمل نيو باكج، غنسمي هاد الباكج هدا درس 8. مزيان درس 8 هدا غن رايت كليك عاوتاني ونعمل نيو. شحال هادي كنا كنعملو جافا كلاس، اليوم غادي نعملو جي فري فورم. جي فري فورم غادي نسمي اول انترفاس، اول انترفاس فينيش. مزيان، خصنا نلاحظو جوج الحوايج هنايا ملي كنعملو جي فري فورم. الملاحظة الاولى هو انه ديجا رسم لي واحد الانترفاس هنايا اللي نقدر نزيد نسخرها ولا نكبرها على حسب شحال بغيت انا ديسباس. غنعملو اليوم نعملو شي حاجة قد هيدا مزيان. و الحاجه الثانيه اللي خصنا نلاحظو هو ان ملي كنت هنايا عندي كلاس ما كانش عندي الفورم، هذه كانت خاويه. شو دابا ملي عندي الانترفاس كيعطيني هنايا كاع لي بوطون وكاع الحاجات اللي نقدر نهز. دابا هادشي اللي بغينا نتعلمو، بغينا نتعلمو كيفاش نقدر نهز دي زليمون من هنايا ونحطهم هنايا ومن بعد نخدمهم. خا دونك نبداو بشويه بشويه، نعملو واحد السيف. اول حاجه نشوفو الا ما عملت والو وعملت ران فايل نشوف شنو غيوقع. ران فايل دابا حيت كنراني اول بروغرام كيدي شويه د الوقت، حق الثانيه خاصها تكون اسرع. دونك كيعطيني انترفاس خاويه فيها والو، فيها هاد البوطون هذا نقدر ريدوي انايا، نقدر نرجع ونقدر نشد انا. مزيان، بحال كيعطيني حتى شي حاجه اخرى. دابا الحاجه اللي بغيت نعمل هو نبدل هاد التايرل هذا. اول حاجه نشوف مثلا هاد الانترفاس هادي مكتوب فيها والو هنايا في هاد المتعلقة العنوان ديالو، العنوان مكتوب فيه والو. باش نبدلو هاد القضيه هادي نكليك بوطون دروا، نعمل بروبرتيز بروبريتي، وهنايا بروبرتيز كاينه التايرو. التايرو نسميه التيتر ديال الانترفاس ديالي هيك. كلوز مزيان، نجربو دابا، نعمل سيف ونعمل ران فايل. هاي شيا التيتر ديال الانترفاس. دونك حنا تعلمنا كيفاش نبدلو التيتر، ها واحد الحاجه. الحاجه الثانيه هي باش نبداو نخدمو هاد لي زيليمون، أول حاجة أول إليمون هنا بغيت نهضر عليه هو هاد البانل هذا. هاد البانل هذا إذا مستعملتوشي منقدرش نبدل لاكولور ديال الانترفاس ديالي، ولكن هذا ما كيعنيش بأن كنستعملوه غير باش نبدلو، عنده واحد الدور واحد آخر بحال ما غنشوفوهش دابا. دونك كنجبد البانل باش نعملو قد الانترفاس، كليك عليه بوطون دروا بروبرتيز، كنمشي لباك جراوند هنايا، كليك هنايا على باك جراوند وكنختار لاكولور اللي بغيت. بحال مثلا أنا بغيت الانترفاس تكون بيضا ياك، مثلا بيضا. سيف ران فايل نشوفو هادشي واش خدام ولا مخدامش. هاهي الانترفاس ديالي، هاهي رجعت بيضا. مزيان حتى دابا مزيان. دابا شنو غنحاولو نعملو؟ دابا نحاولو نستعملو دي بوطون. غادي نعملو واحد بوطون هنايا، هاهو. دونك البوطون أول حاجة أي بوطون غنعملوه، جوج الحاجات اللي مهمين في البوطون هو أولا كاين شنو مكتوب عليه، وثانيا كاين اسمه، لان البوطون بالنسبه لجافا حتى هو سيون فاريابل. فحال ملي كنا كنعملو دي زونتي وكنعملو ديك
الاعداد الحقيقيه والاعداد الصحيحه وداكشي كنسميوهم ا و بي، وهادي هاد البوطون هذا حتى هو فاريابل من نوع بوطون، دونك عندها الاسم. كيفاش غنبدل لها الاسم؟ نبدل الاسم غنكليكي بوطون روما تشينج فاريبل نيم اللي هي بدل الاسم ديال لا فاريابل، وغنسميها انا مثلا افيشيبل ياك. زين هاد الاسم هذا مهم بزاف، من بعد غنشوفو علاش. دابا غنكليكي بوطون دروا، بغيت نبدل هاد التكست اللي مكتوب هنا، كليكي بوطون دروا نعمل ايديت تكست. ايديت تكست هي زعما بدل التكست ياك، كيعطيني بدل التكست مثلا افيشي ميساج ديالي مثلا اونطري ياك. نقدر نكبرو هادي شويه شي بها مزيان. دابا شنو بغيت نعمل؟ دابا بغيت نزيد بوطون اخر، غنزيد واحد بوطون اخر. بغيت نعمل واحد بوطون غير باش زعما نشوفو المثال يكون شويه مزيان. بغيت نعمل واحد بوطون اللي منين كليكي عليه يشد لي ديك الويندو اللي كيكون مفتوح مزيان. غادي نعملو ايديت تكست ونعملو هنايا مثلا شوت ياك بالدارجه ديالنا حنايا كاع اونطري، وغنبدل الاسم ديال لا فاريابل. غادي نسميها كلوز باتن اولا سميها شوت باتن اللي بغيتي. زين دابا نشوفو الانترفاس ديالنا كيفاش رجعت لنا من هنايا. نمران فايل، ها هي الانترفاس. دونك عندي جوج ديال لي بوطون، ولكن باقي الا كليكيت عليهم ما كيعملو والو. علاش؟ لان ما عنديش شي واحد البروغرام اللي كيخدم ملي كنكليك. دابا الا لاحظتي معايا، اول حاجه خصنا نلاحظوها هنايا هو ان شحال هادي كان عندنا المين فيها البروغرام ديالنا، والمين قصدها تعيط لي فونكسيون، ولكن عندي بروغرام واحد ياك. دابا تبدلت القضيه شويه. دابا تبدلت القضيه علاش؟ لان انا بغيت جافا منين كليك على هذا البوطون هذا اكزيكوتي واحد البروغرام، ومنين كليك على هذا البوطون هذا اكزيكوتي بروغرام اخر. هذه اللي بغينا نعرفوا كيفاش غنعملوا. هاك هذه اول حاجه خصنا نتعلم. نبداو بهذا البوطون هذا، علاش؟ لان كنعرفوا ديجا الا شتي من الدرس الاولاني كنعرفوا ديجا كيفاش نعملوا لافيشاج. دونك كيفاش نقول انا نيت بينز يعمل لي واحد البروغرام اللي كيتيكزيكوتا ملي كنكليك عليه. ها كيفاش كنعملو؟ كنكليكو بوطون دروا كنعملو ايفنتس ياك، من بعد اكشن شي نهار اخرين اللي ماشي نشوفو هاد الاكشنز هادو اخرين. هنا نعمل اكشن وهنا نعمل اكشن بيرفورم صافي. ملي غنكليك عليه غادي يديني للكود. الكود سورس، شي سورس هادي سورس بلونغ ليك سورس كود، زعما هو البروغرام ديالك. إذا كليكيتي على ديزاين غترجع لانترفاس اللي كنتي كتعدل. إذا كليكيتي على هيستوري، هيستوري غير كيوريك شنو عملتي، فهمتي؟ كيوريك شنو عملتي. إذا عملتي، إذا مثلا بدلتي شي حاجة وحسيتي براسك باغي ترجع باللوري بحال ديك كونترول زد، كتكليكي هنا كيرجعك باللوري، كيرجعك فين كنتي باش تعاود مسالتك. دونك رجعهم البروغرام ديالنا. دونك هنايا شنو عمل هاد خينا هذا؟ هذا بدا لي عمل لي اون فونكسيون. شيا ها هي هاد المعقوفات كيوريك الفونكسيون فوقاش كتبدا شو غتسالي. فونكسيون فهاد الساعة ما كتعمل والو، لأن هذا كومونتير، هذا ما تلعب. دونك هاد الفونكسيون هادي هي اللي غادي تيكزيكوتي إلا كليكيت على البوطون أفيشي باتن ياك. حنايا قلنا بغينا منين كليكيو يأفيشي شي حاجة. دونك نعملو سيستم نوت أوت برينت لاين ياك. نعملو مثلا هنايا الميساج ديالي كنترول اس باش نسيفيو. نعمل هذا ران فايل. دونك الى شتينا دابا ملي غنكليك على هذا ها هو كيافيشي هنا الميساج. الى عاود كليكي تيبقى يسيدي افيشي. كل ما كنكليكي كيعاود يرجع لنا هاد لا فونكسيون هادي وكيكزيكوت. فين ما كنكليكي كيجي لنا هنا كيكزيكوت وكيرجع لنا. مازال هذا بالحق باقي ما خدامش. دابا خصنا نشوفو كيفاش نعملو بوطون كيشد البروغرام. دونك نشد من هنايا نرجع عند ديزاين، نكليكي هنايا بوطون دروا events action action performed. لا كوموند لي كنعيطو عليها باش كتجود هي system dot out dot println. اسمح لي باش نشدو هناك dot exit ونعملو واحد لونتي لان انا من زيرو. من بعد نشوفو شنو الفرق من بعد الا عملتي زيرو ولا عملتي ناقص واحد. مزيان دونك هاهو close button هو اللي غادي اكزيكيوت، وهذا هو الفونكسيون اللي غادي اكزيكيوت ملي غنكليك على close button. مزيان نراني الفايل ديالي دابا. مازال اللي عملت هنايا غادي افيشي الميساج. الى كليكيت هنايا غادي يشد. مازال دونك هنايا بدينا كنتعلمو شويه، بدينا كنعرفو كيفاش نعملو البوطون كيفاش نخدمو.
اللي بغينا نعمله في الحلقة اللي مجا هو كيفاش نقدر نجيب تكست فيلد هنايا ونجيب تكست فيلد واحد اخر هنايا. المهم كبرتهم بزاف هاد الدنيا هنايا، نعملو هنايا تكست خاوي، هنايا نعملو تكست خاوي، ومنين اكزيكوتي نقدر نعملو واحد الرقم هنايا ونعملو واحد الرقم هنايا بحال داكشي ديال الكالكولاتر. تيكون عندي واحد البوطون هنايا ديال زائد واحد ناقص ونكليك عليه ونشوف مثلا الريزولتا ولا شي حاجة. هادشي اللي بغينا نتعلمو في الدرس اللي ماجي، وبشوية بشوية كل مرة نبداو نتعلمو كيفاش نستعملو كل واحد من هادو مزيان. ولكن قبل ما نساليو هاد الدرس هذا نوريك واحد الحاجة، نمشيو هنا لهاد افيشي ميساج نرجعو البروغرام، الى عملت هذا رجعني البروغرام ديالي. ها هو السيستم كدا. دونك هنايا بغيت انا فعاد ما نعمل هادي نعمل واحد الانستركسيون اخر. هاد الانستركسيون هادي غادي تجبر عندي في البلوغ، اعمل لها كوبي كولي. شا هنايا بلاصة الميساج غنكتب الميساج ديالي، وبلاصة التايتل غنعمل تيتر ديال الميساج ياك، كنترول اس. من بعد على نجي هنايا كليكي هنايا ونعمل اد امبورت. هادي سي ليبريري اللي خصنا نجيبوها من بعد في شي درس في المستقبل نشرحوا شنو هما لي ليبريري، ولكن اللي مهم دابا هو تكليكي على اد امبورت ياك، نجيبو ديك جي اوبشن بين باش هذا ما ترجعش. مزيان دابا حنا شنو عملنا؟ بدلنا البروغرام ديال هاد البوطون هذا. دونك الى عملت سينوس لهذا عمل ليكزيكوسيون وشوف شنو الفرق دابا ملي عاد كليكي عليها.